اليوم في كلام عن أن الوزير باسيل يراهن على رفع العقوبات عنه، وهو بدأ هذا المسار عبر رفع دعاوى أو نية برفع دعاوى ل يعني نزع العقوبات عنه خلال أشهر. يراهن؟ ما في رهن. ما في رهن. أول شيء الوزير باسيل طلع قال وعم يعمل، بلش بروسيدور قبل هلا، نعم. البروسيدور اللي بلشها مع السلطات الأمريكية لتعطيه مستندات شو عامل هو، بلشت قبل هلا وقبل الرئاسة الجمهورية، نعم. ومن سنة يمكن صار في مراسلات بينهم وبينهم، وأعلن عن هالشيء. ربط الشغلتين ببعض، السفارة الأمريكية طلعت بيان واضح، خاصة وقت صار في حكي عن موضوع ترسيم الحدود عن صفقات وصفقات، والوزير باسيل ما أخفى عن نيته أنه يمشي بالموضوع على الآخر تيبرهن أنه هالشي هذا اللي صار معه تعسفي وخطأ. طيب أوكي، هلأ أنه يراهن، هلأش مين قال مثلا أنه خلال أسابيع أو أشهر انه بتخلص هذا الموضوع؟ انا عم بسألك. ما انا ما عندي هالمعطيات. ما عندك هالمعطيات، يعني مش انه يعني مش صحيح انه اليوم الوزير باسيل قال انه انا بلشت بهذا المسار وخلال اشهر ممكن تكون تحررت من العقوبات وانا بصير مرشح جدي للرئاسه. لا بس انه مثل ما يعني مثل ما كثير امور اللي اليوم في امور اليوم ما بتصير بكره بتصير. نعم. ايه؟ لانه الشغله ما لنا ثابته متحركه الخبريه. هلا بعد ليش ما ليش بدنا ننطر شهور؟ نعم. طالما مع فريق عم تيجي تقولي له بدك تنطري شهور، طالما عم يجي هذا الفريق يقول لك طعي هيدي خارطه الطريق تبعي، هول النقاط اللي بهموني بالموضوع. طعي لنحكي فيه. لانه في كلام عن انه من مصلحه اليوم الوزير باسيل ان يبقى هذا الفراغ اشهر لحتى يا اما تتحلحل خارجيا لمصلحته، يا اما تتحلحل بموضوع العقوبات ويصير في خرق. هيدا تكهنات، هيدا تكهنات غير صحيحة. نحن عم نجي نقول نحن منفتحين نحكي مع كل العالم اليوم قبل بكرة. طيب زيارة سوريا كان في كلام انه الوزير باسيل طالع يشوف الرئيس أكتر الأسد اكثر من يلي قاله الوزير باسيل على شاشتكم الكريمة بالنسبة لزيارة سوريا. ما عندي هل يعني هل اوكي انا عندي أسئلة، هل رفض الرئيس الأسد لقاء الوزير باسيل؟ ما ابدا ما عندي أجوبة عليها، عم بقول لك غير اللي نقال هون ما عندي معطيات عنه. طيب اليوم شو الخطه للمرحله المقبله؟ يعني الرئيس عون خرج من بعبده وهلا هو بالرابيه، كان في كلام عن انه هو سيعود يعني الى نشاطه السياسي ورح تعملوا شو جبهه معارضه، مش جبهه يعني فريق معارض رح تكون بصفوف المعارضة بالمرحلة المقبلة اللي هي عودة إذا بدك اللي حكيناه العصب العوني. إيه؟ الفرق اللي الفرق إنه نحن انتخابات النيابية اللي عملناها ما كذبنا على الناس، في ناس عطيت وعود، نحن كنا عارفين قبل الانتخابات النيابية وهيدي مسجلة وكل تصاريحنا كانت بهالاتجاه، إنه عارفين حالنا بالمشهد السياسي. نعم. اللي سبق الانتخابات واللي رح يلحق الانتخابات. نعم. انه الشغل رح يصير على القطعه. اليوم الشغل رح يصير على القطعه. بقى بمحلات رح تلاقي حالك بالمعارضه وبمحلات رح تلاقي حالك بالاكثريه حسب الملف وحسب شو هيدي هيك رح تكون الحياه السياسيه بالمرحله القادمه. ما في موالات متفقه على برنامج واحد قد ما جربوا يقولوا. نعم. ما حدا وجرب يحطونا كذا مره انه نحن بالموالات، وهذا جينا قلنا لهم غير موضوع سلاح المقاومه بوجه اسرائيل والارهاب، نحن عشو متفقين مع الباقيين؟ نعم. تلاقي حالك انه اقل واقل واقل متفقه مع عدد من النواب، وغيرنا نفس الشيء. اذا بكره عنده حدا مشروع، اذا حدا من النواب الجداد اللي عملوا نواب طرح مشروع واجا ناقشنا فيه واقتنعنا فيه وكنا من ميلتهم، وهذا وين المشكل؟ يعني ما عندنا شيء، ما في شيء منزل. نعم نعم. طيب انا بس بدي اقول انه الامين العام لحزب الله سيد نصر الله له كلمه بمناسبه يوم الشهيد، هو بدا فيها بالشق الديني بس انه عند بدايه الشق السياسي رح ننقلها. بدي اسالك عن العلاقه مع حزب الله اليوم، مثل في علاقه، صحح لي إذا كنت غلطانة، علاقة مصلحة مع الحزب؟ أكثر علاقة صراحة هي مع الحزب. بس صراحة على شو يعني؟ هلأ أنتوا حلفاء؟ أنتوا حلفاء؟ برجع بال على شو؟ نحن في نحن اللي بيربطنا فيهم هي ورقة التفاهم.
اوكي ورقه التفاهم ما اكثر من مره انا راح اسهل انا راح اسهل سهل اوكي انا راح اسهل اليوم اللي بيربطنا بحزب الله ورقه التفاهم اليوم جينا نحن قلنا علنا انه طيب هيدي الورقه التفاهم بدها اعاده قراءه واعاده نظر نعم اوكي لانه في بنود ما تنفذت فيها وفي بنود بينت معنا على الطريق وطالع عبالنا نرجع نحكي نحن وياهم فيها طيب اجت الانتخابات النيابيه نعم واليوم الرئاسيه والدنيا فوضى مثل ما انك شايفه اكيد بمحل من المحلات رح نرجع نقعد نحن وحزب الله ونعمل إعادة قراءة وهيدي الورقة وهذا التفاهم ما في يستمر لفترة طويلة إذا ما صار فيه إعادة قراءة واتفاق نحن وياهم لأنه برجع بقولك تبين على الطريق أمور جديدة وبمحلات معينة تبين هن إنه ما نون قادرين يروحوا أبعد مخطوط معينة أو ما منشبه بعضنا أو ما منشبه تفكيرنا بعض بموضوع بناء الدولة بموضوع مكافحة الفساد والأولويات والأولويات طيب. هيدا هو الموضوع كله سوا بقى اليوم مصلحة لا في مصلحة ولا مشي عم نقول نحن صريحين نحن وياهم وقت يكون في شيء وقت يكون في شيء هن بيقولوا لنا اياه وقت ما يكون في شيء وقت نحن بدنا شيء بنقول لهم اياه وقت هن بدهم شيء رح اقول لك ليش